تصل يوم 13/6 إلى تسجيل الحالة الصفرية بالإمارات العربية المتحدة. أنا بحكي بلغة علمية، بحكي بلغة التتبع البياني والإحصاء البياني. الإمارات العربية المتحدة بالمناسبة بدأت يوم 27/5 بالدخول بمرحلة التعافي. مرحلة التعافي لها طريقتين للحساب. الحالة الأولى حينما تصبح عدد الحالات التي شفيت في تلك البلد أكثر من الحالات القائمة. بنعرف أنه عالميا حينما بدأت جائحة كورونا كان كل شخص يعدي ما بين 3 إلى 5 أشخاص، وهذا لسبب الانتشار السريع. الآن لما نقول إنه الـ RO أو معدل العدوى ينخفض دون الواحد، تدخل الدولة في مرحلة التعافي، وهذا ما بدأ يحصل في دولة الإمارات العربية المتحدة. سجلت حالة القصوى بالنسبة لها يوم 22/5، أتوقع كان أعلى معدل سجلته دولة الإمارات العربية المتحدة. وبالتالي حسابياً تحتاج إلى 13 يوم حسابي حتى تبدأ مرحلة الانحسار الجديدة.